الحقيقة من وقت ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في يوليو من عام 2020 مبادرة إحلال السيارات المتقدمة والمرأة لا تصنعها 20 سنة، وفي إقبال كبير جدا على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة والاشتراك فيها. ومن كام يوم تم بالفعل تسليم 21,800 سيارة تعمل بنظام الوقود المزدوج. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد على سيادتك والساده المشاهدين. يا اهلا بيك. على ما يبدو من الرقم كده ان في اقبال بالفعل على الموقع. بالفعل يا فندم، يعني نحن نتعامل دلوقتي على الموقع مع حوالي 39,500 طلب، هم بالفعل الذين يعني انهوا اجراءاتهم او بينهوا اجراءاتهم لاستلام سياراتهم الجديده، ودول اللي منطبق عليهم الشروط الاساسيه للمبادره وبياناتهم صحيحه. طبعا بعد التحية فندم، يعني حابين نعرف من حضرتك الأول، نفهم طبعا المشاهدين يعني إيه وقود مزدوج، يعني خلينا نفهم أكتر عنه وأنواع العربيات برضو اللي هيتم إحلالها. بالنسبة لموضوع إن السيارة الجديدة اللي بيتسلمها المواطن بتتمتع بنظام الوقود المزدوج، أي أنها تعمل بنظام البنزين والغاز الطبيعي، لأن المبادرة الغرض الأساسي منها هو إحلال السيارات القديمة المتقدمة اللي مر على تاريخ صناعة 20 سنة فأكثر، سيارة أخرى جديدة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج أي البنزين والغاز الطبيعي. نتكلم طبعا في عربيات بكل أنواعها، لو ميكروباصات حتى وغيرها وغيرها، صح يا فندم؟ المبادرة بتتناول إحلال جميع أنواع السيارات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص، واللي يكون كما ذكرنا يكون أهم شرط أن يكون مر على تاريخ صنع هذه السيارات 20 سنة فأكثر، وده الأساس من المبادرة. ومنذ أطلقت سيادة رئيس الجمهورية في يناير 2021 أن يعني نعمل على التخلص من هذه السيارات القديمة من الشارع المصري لما يعانيه الشارع من أسباب تلوثية أو معاناة كبيرة أسباب طبعاً مرورية أو غيره. نبقى احنا سايقين وشايفين الشكمانات مطلعة علينا الدخان بطريقة طبعا غير صحية وغير أمنة بالمرة. بالضبط، إلى جانب الشكل غير الحضاري للشارع المصري نتيجة الزحام وما إلى ذلك. أكيد. عظيم. طيب دكتور طارق، من واقع خبرتكم في التعامل بقى مع الطلبات اللي تم تقديمها، ايه المشاكل اللي الناس بتقع فيها اثناء التقديم، او ايه الاوراق اللي بتكون ناقصه فبالتالي بنرجع لهم مره ثانيه عشان يكملوا اوراقهم؟ يعني بدايه نقول ان المبادره بتتطلب من المواطن ان يكون لديه بعض البيانات المطلوبه للتسجيل على الموقع الالكتروني، اهمها اولا ان يكون بيانات الرخصه القديمه للسياره هي بيانات مالكها الاساسي، وخاصه في حالات الملاكي، ولذلك بيتطلب من المواطن انه يسجل على الموقع الالكتروني بيانات الرخصه وبيانات الرقم القومي، ومع رفع بعض المستندات المطلوبه في بعض الحالات مثل حاله التعامل مع البنوك، هناك بعض المستندات المطلوبه مثل ايصالات مرافق لمكان الإقامة، مثل إثبات للدخل، وهذه المستندات بيتم رفعها على الموقع في حالات البنوك للتأكد منها والتعامل مع المواطن بشأنها، ومن ثم الموافقة على أنه يحصل على القرض المخصص للسيارة الجديدة الخاصة به. طب إيه أكتر المحافظات اللي تم استقبال طلبات منها يا فندم؟ مع بداية المبادرة احنا بدأنا التعامل مع 7 محافظات اللي هم القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر. ومع بداية النصف الثاني من سنة أو عام 2022 تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان، وأيضا مدينة شرم الشيخ. يعني من واقع التعامل على الموقع الإلكتروني بطبيعة الحال محافظات القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكثر المحافظات مشاركة، نتيجة أن بالفعل هذه المحافظات فيها أكبر الأعداد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة مر على تاريخ صناعة 20 سنة فأكثر. بنتكلم كده في 10 محافظات والميكروباص. 10 محافظات كده يا فندم صح؟ 9 محافظات ومدينة، مدينة شرم الشيخ هي مدينة لكنها موجودة في محافظة جنوب سيناء. عظيم عظيم. طيب دكتور طارق، أنتوا مستهدفين قد إيه خلال السنة؟ تسلموا كام عربية؟
المبادرة من بدايتها في 2021 كان مستهدف لها 3 سنوات، وعبر ال3 سنوات كان مستهدف تسليم حوالي 250 ألف عربية ما بين الأنواع المختلفة الملاكي والتاكسي والميكروبات، يعني بمعدل 80 ألف سنويا. ولكن يعني لما شاهدناه من بعض المعوقات الخارجة عن إرادة المبادرة والمعوقات اللي واجهت العالم كله في إنتاج السيارات خاصة بعد جائحة كورونا، كان هناك طبعا تقليص في إنتاج الأعداد السيارات على مستوى العالم، وبالتالي المستهدف طبعا ما تحققش بالكامل. ولكن نقدر نقول إن إحنا كما ذكرت سعادتك في بداية المقدمة، إحنا سلمنا وخصصنا حوالي 21800 سيارة، وهذا العدد يعتبر مناسب للأعداد المتقدمة، يعني إحنا سلمنا حوالي 60% ممن تقدموا حتى الآن. عظيم، كل شكر لك يا فندم دكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، شكرا جزيلا يا فندم.